إله إلا الله. في ناس كتير أخذت معلومات مفيدة من الفيديو بتاع الحرب قامت، الحرب هتقوم، اجري يا مجدي. أني عسيا كيم كوكي ميدا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. القناة بقالها تقريبا شهر ما نزلش عليها اي حاجة، وجات لي رسائل كتير جدا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، كوكي انت فين؟ ما بتنزليش فيديوهات ليه؟ وحشتينا. يعني الرسائل دي بجد اثرت فيا جدا جدا. شكرا لكل حد بعت لي رسالة. انا اسفه جدا ان انا مش ناشطه على اليوتيوب الفتره الاخيره، ولكن حصل احداث كتير جدا جدا في حياتي خلتني مش ناشطه الفتره ديت، وهي اول حاجه بنوتي جميله، حاليا انا بربيها في البيت وقاعدين مع بعض الاجازه بتاعه الولاده، فعلشان كده اخده معظم وقتي في التربيه، فدوت اللي مخلي شويه ان انا بطيئه في اليوتيوب. يمكن دي اكبر حاجه. تاني حاجة، أنا سافرت مصر لفترة قصيرة لحاجتين. أول حاجة عشان أعمل ورق الجنسية لجميلة، كريسا. عشان أعمل لها ورق الجنسية، لأن القانون الكوري بيديني فترة سماح 4 شهور لو كان الأب أو الأم من جنسية أجنبية عشان أدي الطفل الجنسية التانية، فكان لازم أن أنا أسافر مصر عشان أديها الجنسية المصرية، وبرضو كنت رفعت ستوري بالأحداث دي. تاني حاجة، سافرت عشان شغل شركتنا في مصر، ولكن برضو حصل بعض الأحداث هبقولكم عليها بعدين، لأن لسه إحنا مازلنا في مرحلة التحضيرات، عشان كده اتأخرت في تنزيل الفيديوهات على القناة. كمان حصل حاجة مهمة، ان انا عزلت من بيتي وبرضو مصورة كل حاجة عشان اوريكم ايه اللي بيحصل معايا اول باول. عايزة اقول لكم حاجة مهمة، ان احداث القناة بتكون متأخرة شوية عن احداث الحقيقية او احداث حياتي الحقيقية اللي انا فيها. انا بنزل باستمرار ستوري على الانستجرام والفيسبوك، فتابعوني هناك عشان تتابعوني اول باول. اما بالنسبة لليوتيوب فهو هواية، وبحاول ان انا الاقي وقت علشان اعمل مونتاج والتصوير، وده بياخد مني وقت كبير جدا. طبعا مع وجود جميلة دلوقتي هي ما بتنامش كتير، عدد ساعات النوم بتاعتي قلت، كل اهتمامي بيها، فعشان كده بتأخر شوية في الفيديوهات. ففي ناس كتير بتكتب لي انتي مثلا ولدتي وانتي لسه قايله متاخر ان انتي ولدتي او ان انتي حامل. لا، انا على طول الابلود عندي على الانستجرام والفيسبوك باستمرار يوم بيوم، اما اليوتيوب شويه اللي بيتاخر. فياريت تفهموا بس ان النقطه دي ان انا باخد شويه وقت في اليوتيوب. في ناس كتير استفادت من مقيمين في كوريا بفيديوهات الولاده وخدوا معلومات كتير، فانا فرحانه جدا ان المعلومات دي فادتكم وان انا كنت سبب صغنن في افادتكم. فان شاء الله هنستمر بنفس الطريقه، هكمل لكم فيديوهات ما بعد الولاده، ايه اللي حصل، ايه الجديد، بيتي الجديد عامل ازاي، كل دوت هتلاقوه في الفيديوهات الجايه. القناه مش هتقف ولا اي حاجه. مرسي قوي قوي لاهتمامكم وان انتم بتتواصلوا معايا دايما. لو عايزين تتواصلوا معايا اكتر تابعوني على الانستجرام والفيسبوك، وبجد وحشتوني جدا جدا. شكرا لكم ان انتم في حياتي، بشكركم يا عيلتي التانية، وبحبكم قوي. انيو.